بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي هز لبنان ووسط بيروت، تحولت العاصمة وضواحيها إلى مدينة منكوبة، خلفت آلاف الجرحى و 140 ضحية، وأوقعت خسائر فادحة، حيث لا زال هناك أحياء تحت الركام وعالقين ينتظرون عناصر الدفاع المدني لإنقاذهم، لكن الصعوبة تكمن في المباني المهددة بالسقوط بأي لحظة. جمعية الهلال الأحمر الكويتي جلت على المستشفيات المتضررة وقدمت لها المستلزمات الطبية والاستشفائية والغذائية كمبادرة إنسانية. شهود عيان من داخل إحدى المستشفيات الأكثر تضرراً يروون تجربتهم المريرة لحظة وقوع الانفجار. نحن من الكويت، مدرسة الكويت كتير سعادتنا تنقوم بهالمستشفى، عملناها جوهرة بالمنطقة. نحن بعيد عن منطقة الانفجار 200 متر، نحن أكثر ناس تضررنا، لأن نزلت المستشفى نزلي وحدة، ما بقى سنتيمتر فيي أقعد والأنا راسي محمي. سمعنا أول صوت انفجار خفيف، وتاني صوت فكرنا أول شيء قصف، ما شفنا شيء، صارت الدنيا عتمة، دمار، تكسير، طوارئ كله نزل على الأرض، بطلنا نعرف مين بدنا نلم، الجرحى اللي عنا أو الجرحى اللي عم تيجي لعنا على الطوارئ. لا زال سكان بيروت يستيقظون كل صباح على تداعيات الصدمة من الفاجعة التي حلت بهم، وعملية البحث عن المفقودين مستمرة، والميدان يحاول لملمة الجراح والصمود من جديد. بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ مستمر لأسبوعين لتتضح ملابسات الحادث. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.